مبارك حق الزعيم خالد، نمسي على الشباب اللي موجود، مرحبا وناس. ومبارك للسيد الحقيقة، يعني نقول هارد لك للأهلي وهارد لك للأندية كلها الحقيقة. بالنسبة لي تقارن السد بالأندية صعب مقارنة، لا الموسم هذا ولا الموسم اللي فات خالد. يعني الفريق الحقيقة عنده لاعبين مميزين، عنده إدارة، عنده حتى المدرب، أي مدرب يجي يمشي ويا 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 هؤلاء اللاعبين لأنه عنده استقرار جيد. وأنا أعتقد أنه يعني الروح اللي موجودة بينهم، يعني هذه روح الفوز اللي يلعبونها بالأداء داخل الملعب والتعاون. يعني شوف أكرم كم باصي كم أسست يباصي، شوف حتى اليوم يعني علي أسد صار له يمكن تقريبا الحين كم جولة يلعب، من أروع ما يكون قاعد يقدم مستوى. أي بديل يجي مع هذا الفريق قاعد يقدم مستوى. في إدارة مع خلف هذا الفريق، في ناس عارفين شلون يتعاملون مع اللاعبين. انا اعتقد ترى يمكن انا اعتقد خالد يمكن اقل مكافآت يحصلونها لاعبين السد، وهذه يعني انا عندي علم فيها يعني. فبالتالي انا اعتقد الروح اللي موجوده بين اللاعبين، شفت حتى الاهداف جميله اتي يعني ملعوبه. هدف وعلام خالد اليوم التكنيك الحلو لهذا ما يسجله اي لاعب يعني. صح. فبالتالي انا اعتقد خالد انا الفريق الحقيقه كروح اللي موجوده اللي على قلب واحد هي صراحه اللي تعكس المستوى والاداء، ونقول لهم الف 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 مبروك. احمد دحدان، انت ذكرت محمد غانم العلي وذكرت محمد غلام واحمد الانصاري. حقيقه هذول الناس يعني شباب من الناس اللي فعلا اشتغلوا بإخلاص حق الكيان يعني. عبد الله هناك الرئيس سمو الشيخ محمد بن خليفة اللي بعد مثل ما تقول موفر لهم المناخ. صحيح. وتركيب الناصر. أرض الخصبة إنه يشتغلون. أنا تكلمت عن الجهاز الإداري. تركيب الناصر العلي نعم، تركيب الناصر العلي كمدير تنفيذي. نعم. هو فعلًا تحس إنه منظومة وكل واحد فيهم يعمل فيما يخصه. صحيح. ويعملون بهدوء بيد واحدة تعاون في النهاية من أجل الكيان. صحيح. تحقق النتيجة الطبيعية يعني.